كذلك هناك جهود كبيرة ومبذولة من قبل الإدارة العامة للمرور في تسهيل الحركة المرورية، والتي إن شاء الله ستكون في موسم الحج من خلال الدخول والخروج إلى المشاعر المقدسة ومكة المكرمة. للمزيد من التفاصيل سننتقل أيضا إلى الزميل محمد السحيباني المتواجد هناك. حياك الله محمد، رحب فيك. وجهود كبيرة نشوفها الآن خلفك من قبل الإدارة العامة للمرور وجميع في الحقيقة رجال الأمن في المملكة العربية السعودية، اللي يقدمون بشكل متفاني تيسيرا للحركة المرورية في المشاعر المقدسة. أعطني ما لديك في مكة المكرمة، تفضل. شكرا فيصل، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا ومتابعينا عبر القناة السعودية من مكة المكرمة. نشارك اليوم مع الإدارة العامة للمرور لنبرز جهودهم وجهود هؤلاء الرجال الذين يقفون بالساعات لخدمة الحجاج. اليوم المرور يشارك، وهو أحد القطاعات بالتأكيد الذي يشارك كل سنة، لتنظيم وسهول وسلاسة خروج ودخول السيارات من داخل وخارج المشاعر المقدسة. ضيفي وضيفكم اليوم سعادة العقيد منصور أشكر، المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور. سعيد الدين بتواجدك سعادة العقيد. أهلا وسهلا، أمسي عليك وعلى السيدات والسادة المشاهدين، أهلا وسهلا. سعادة العقيد، كيف يمكن اليوم أن نرى المشهد في الإدارة العامة للمرور والحركة المرورية في العاصمة المقدسة؟ استعدادات عالية، انتشار كامل لرجال المرور على كافة الطرق والمحاور هنا في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لضمان أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام وضمان انسيابية الحركة المرورية. احنا اليوم عصر اليوم السابع من ذي الحجة، قوافل حجاج بيت الله الحرام تتوالى بالوصول إلى مكة والمشاعر المقدسة والاتجاه إلى مقراتهم، وأيضا العيش في أمن وأمان، وأيضا انسيابية الحركة المرورية تضمن تحركاتهم بأمن وسلام. سعادة العقيد، بطبيعة الحال يوم الغد هو يوم سيكون ازدحام أكثر وإقبال السيارات أكثر، كيف هي الخطط، كيف هو التنظيم بالنسبة لإدارة العامة للمرور؟ الخطط المرورية يتوالى تنفيذها تباعا حسب الأزمنة المحددة لها. يوم غد هو يوم التروية، نحرص على وصول حجاج بيت الله الحرام إلى مقرات إسكانهم في منى وفي كافة المشاعر المقدسة، أيضا اتجاهات الطرق حسب الخطة المحددة لها لضمان انسيابية الحركة المرورية. هناك تواجد أمني ومروري عالي لضمان وتحقيق أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام. سعادة العقيد، أخيرا يعني رسالة توجهها الإدارة العامة للمرور لقائدي المركبات اليوم في مكة المكرمة. قائدي المركبات شركاء لنا دائما في إنجاح الخطط المرورية بتقييدهم بتوجيهات رجال الأمن ورجال المرور في الميدان لكل ما يخدم الحركة المرورية ولكل ما يحقق أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام. جهود تذكر فتشكر سعادة العقيد، شاكرين لكم هذه الجهود والسعادة الطويلة التي تقفون بها بالشمس، شكرا لكم سعادة العقيد. العفو، الله يحفظك، شكرا. الله يسلمك. إذن فيصل مشاهدي الكرام، هذا حديث سعادة العقيد منصور أشكر عن الخطة التنظيمية للمرور، عن الخطة التنظيمية أيضا ليوم التروية والأيام القادمة، العمل على قدم وساق. وأخيرا كانت رسالة لقائدي المركبات. فيصل، هذا ما لدي إلى الآن، على أمل بإذن الله أن نواصلكم بكل جديد. فيصل، هذا ما لدي، الصوت والصورة لك، تفضل. شكرا لك محمد. دائما ما تنجح الجهات المعنية في تصعيد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى في يوم التروية، وبعد ذلك إلى مشعر عرفات، وبعد ذلك إلى مزدلفة والمشاعر وصعيد منى في المشاعر المقدسة. شكرا لك، يعطيك العافية. معي كنت محمد السحيباني.